هذه إذاعة إرينا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، متابعي إذاعة إرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 21 من أبريل. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم وضمن برنامج متابعة الأسبوعي يفتح الزميل أحمد شريف متابعة هذا الأسبوع على الشعر، ويقدم لكم قصيدة للشاعر السوداني صلاح أحمد إبراهيم. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. السلطات تطالب الكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية بنبش وإخلاء مقابر صرصرات. اشتباكات دامية بين الأمهرة والأورومو في إثيوبيا. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. تفيد مصادر في أسمرة بأن السلطات أصدرت أوامرا صارمة للكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية بنبش القبور ونقل الرفات إلى أماكن أخرى لم تحددها، وفيما طلبت الكنيسة الكاثوليكية مهلة للعثور على مقابر جديدة لم ترد الكنيسة الإنجيلية على أوامر السلطات. وقالت المصادر بأن الأوامر قد تكون صادرة بسبب رغبة السلطات توسيع مقابر الشهداء المجاورة لمقابر الكنائس في صرصرات، والتي امتلأت ولم تعد تسع مقابر جديدة. ولا يعلم أهل المدفونين إذا كانت هذه الأوامر تعني جزءا من المقابر أم كل المقابر حتى الآن. الجدير بالذكر بأن الكنيستين تستخدمان هذه المقابر منذ عقود طويلة. قال مسؤولون محليون يوم الاثنين الماضي أن اشتباكات دامية بين الأورومو والأمهرة أودت بحياة 18 شخصا على الأقل في نهاية الأسبوع الماضي في أحدث أعمال عنف قبل انتخابات على مستوى البلاد مزمع إجراؤها في يونيو المقبل. وقال جمال حسن رئيس منطقة جيليتي موجا في المنطقة الخاصة للأورومو في غليم الأمهرة أن أحدث حادث وقع في شمال البلاد في بلدة أتايه في غليم أمهرة يوم الجمعة الماضي، بعد أن قتلت قوات الأمن في الأمهرة صاحب متجر من الأورومو. والمنطقة مسجلة باعتبارها منطقة خاصة في إقليم الأمهرة، ولكن أغلب سكانها من الأورومو. وقال حسن لرويترز مشيرا إلى اشتباك المدنيين في قتال مع قوات الأمن، عندئذ ذهب الجميع إلى بيوتهم وجاءوا ببنادقهم وهكذا بدأ الاشتباك. وأضاف في موقع صحي واحد رأيت 53 جريحا و18 قتيلا، كلهم كانوا من جماعة الأورومو. هذه إذاعة إرينا. إخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. السلطات تطالب الكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية بنبش وإخلاء مقابر صرصرات. اشتباكات دامية بين الأمهرة والأورومو. استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. نحن والردى للشاعر الدبلوماسي الراحل الأستاذ صلاح أحمد إبراهيم رحمه الله. يا زكي العودي بالمطرقة الصماء والفأس تشظى، وبنيران لها ألف لسان قد تلظى. ضع على ضوئك في الناس اصطبارا ومآثر، مثلما ضوع في الأهوال صبرا آل ياسر. فلئن كنت كما أنت عبق فاحترق، يا منايا حومي حول الحمى واستعرضينا واصطفي. كل سمح النفس بسام العشيات الوفي، الحليم العف كالأنسام روحا وسجايا،
أريحي الوجه والكف افترارا وعطايا. فإذا لاقاك بالباب بشوشا وحفي بضمير ككتاب الله طاهر، أنشب الأظفار في أكتافه واختطفي، وأمان الله منا يا منايا. كلما اشتقت لمن لميمون المحيا ذي البشائر شرفي، تجدينا مثلا في الناس سائر، نقهر الموت حياة ومصائر، هذه أجنابنا مكشوفة فليرم رامي، هذه أكبادنا لكها وزغرد يا حقود، هذه أضلاعنا مثلومة وهي دوامي، وعلى النطع الرؤوس فاستبدي يا فؤوس، وادخلي أبياتنا واحتطبي، وادخلي أبياتنا واحتطبي، وأديري يا منايانا كؤوسا في كؤوس من دمانا، واشربي. ما الذي أقسى من الموت؟ ما الذي أقسى من الموت؟ فهذا قد كشفنا، سره، واستصغنا مره، صدئت آلاته فينا ولا زلنا نعافر، ما جزعنا إن تشهانا ولم يرضى الرحيل، فله فينا اغتباق، واصطباق ومقيل. آخر العمر قصيرا أم طويل، كفن من طرف السوق وشبر في المقابر. آخر العمر قصيرا أم طويل، كفن من طرف السوق وشبر في المقابر، ما علينا إن يكن حزننا فللحزن ذبالات مضيئة، أو يكن قصدا بلا معنى، فللمرء ذهابا بعد جيئة، أو يكن جيفة مجهول، فللخوف وقاء ودريئة من يقين ومشيئة، فهلم يا منايا جحافل، تجدينا لك أنداد المحافل، القرى منا وفينا لك والديوان حافل، ولنا صبر على المكروه إن دام جميل. هذه أعمالنا مرقومة بالنور في ظهر مطايا، عبرت الدنيا لأخرى تستبق، نفذ الرمل على أعمارنا إلا بقايا، تنتهي عمرا فعمرا وهي ند يحترق، منحنت قاماتنا من حمل أثقال الرزايا، فلنا في حلك الأهوال مسرا وطرق، فإذا جاء الردى كشر وجها مكفهرا، عارضا فينا بسيف دموي ودرق، ومغيرا بيد تحصدنا، لم نبدل الموت ارتعادا أو فرق، نترك الدنيا وفي ذاكرة الدنيا لنا ذكرى وذكر من فعال وخلق، ولنا إرث من الحكمة والحلم وحب الكادحين، وولاء حينما يكذب أهليه الأمين، ولنا في خدمة الشعب عرق. هكذا نحن، ففاخرنا وقد كان لنا أيضا سؤال وجواب، ونزوع للذي خلف الحجاب، برهة من سرمد العمر أقمنا ومشينا، ما عرفنا بما أو فيما أتينا، وانتهينا وخبرنا تفه الدنيا، وما من بهرج فيها حقير. عرض فان لفانينا، فما نملكه يفلت من بين يدينا،
عرض فان لفان، فما نملكه يفلت من بين يدينا، أو ذهبنا دونه حين بقى، فكما كان لدينا صار ملكا لسوانا وغرور لغرير غافل يختال في الوهم الهوينا في حبور، رب من ينهل من بحر الغوايات ظمي، والذي يملك عينين ولا لب عمي، والذي تفتنه الدنيا ولم يدر المصير، أبله يمرح في القيد وفي الحلم يسير، ريثما توقظه السقطة في القاع ولا يعرف أين، كل جيل بعده جيل ويأتي بعد جيل، بليت جدته مرتقبا في غبطة أو غفلة أو قلق، فقعة الآمال في جيل بديل، طالع أو طامع مستبق، أمس قد كنا سقاط القوم بالكأس المرير، وغدا يحملنا أبناؤنا كي نستقي، فالذي تخلي له مضيفة الحي سيدعى للرحيل حين يبدو قادم في الأفق، وكلا القائم والقادم في دفترها ابن سبيل، كل طفل جاء للدنيا أخي من عدم، كل طفل جاء للدنيا أخي من عدم، مشرق الوجنة ضحاك الثنايا والفم، يسرج الساعات مهرا لاقتحام القمم، سابحا في غرة للهرم، فإذا صاح به الموت اقدمي، كان فوت الموت بعض المستحيل، عجبي من رمة ترفل بين الرمم، نسيت سوء مآلات الأمم، وسعت في باطل عقباه غير الألم، ومطيف الندم والسأم غصة الموت، وإن مد لها في فسحة العيش قليل، فالذي يعقبه الرمس وإن طال مدى ليس طويل، والسؤال الحق ماذا بعد، ماذا بعد، ماذا بعد في هذا السبيل، يرتجيه الآدمي أإذا متنا انتهينا للأبد، غير ما أسماه دهري طبيعة، أم بدأنا من جديد، كيف أو أين سؤال هائل لن نستطيع، أفمن يذهب عنا سيعود مثلما تزعم شيعة، ثم هل عاد أحد أم له في داره الأخروي خلود، بعد أن يسترجع الله الوديعة بكتاب وأمد، ضل من يبحث في سر الوجود بالذي أنكر بالباري أو في غيره اعتقد، فاجعل الموت طريقا للبقاء، وابتغ الحق شريعة، واسلك الفضل وقل يا هؤلاء خاب قوم جحدوا الفضل صنيعة، إن للفضل وإن ما تذووه لضياء ليس يخبو، فاسألوا أهل النهى، رب ضوء لامع من كوكب حيث انتهى، ذلك الكوكب آلافا وآلافا سنينا، يا رياح الموت هبي إن قدرت اقتلعينا، اعملي أسيافك الحمراء في الحي شمالا ويمينا، قطعي منا الذؤابات ففي الأرض لنا غاصت جذور، شتتينا فلكم عاصفة مرت ولم تنس أياديها البذور، زمجري حتى يبح الصوت حتى يعقب الصمت الهدير، اسحقينا امحقينا تجدينا نحن أقوى منك بأسا،
ما حيينا وإذا متنا سنحيا في بنينا بالذي يبعث فيهم كلما يبرق فينا فلنا فيهم نشور. طفلنا حدق في الموت مليا ومرارا، ألف الأحزان يأتينا صغارا وكبارا، وسرى الدمع غزيرا ورعى النوم غرارا، ورأى والده يخطر للموت ونعشا يتوارى، لن يراه مرة ثانية قط إلى يوم الحساب، ذاكرا عنه حنانا وحديثا وابتسامات عذاب، كشموس لا يني يأمل أن تشرق من باب لباب. كل يوم ولنا في البيت مأتم، وصغير ذبحت ضحكته يوم تيتم، كلما مرت بنا داهية تسأل عيناها عن الشر المغير، ويرى من حوله أمرا مريبا وغريبا ورهيبا فيثور. أمه في جلد تدعوه أن يسكن، لكن صوتها فيه اضطراب واكتئاب، وهو يدري فعيون الأم للابن كتاب، وهو بالمحنة والموت الذي جندلنا جد بصير. حلمه صار حكيما وهو طفل في سرير، فهو يزداد بما حاق بنا حزنا وحزما ووقارا وانفعالا، كلما عاث بنا دهر وجارا، هكذا يطرق فولاذ البطولات ويسقى بالعذاب. فله في غده يوم كبير، يوم يلج في وادي طوى يقبس نورا، والجا هولا مهولا، خائضا نقعا مثارا وغمارا، ضاحكا في حنك الموت على الموت عتوا واقتدارا، وقد استل كسيف وامض جرحا عميقا في الضمير. خبراني لهف نفسي، كيف يخشى الموت من خاشنه الموت صغيرا، في غد يعرف عنا القادمون أي حب قد حملناه لهم، في غد يحسب فيه حاسبون كم أياد أسلفت منا لهم، في غد يحكون عن أناتنا وعن الآلام في أبياتنا وعن الجرح الذي غنى لهم. كل جرح في حنايانا يهون حين يغدو ملهما، يوحي لهم جرحنا دام ونحن الصامتون، حزننا جم ونحن الصابرون، فابطشي ما شئت فينا يا منون، فابطشي ما شئت فينا يا منون، كم فتى في مكة يشبه حمزة، كم فتى في مكة يشبه حمزة، بالخشوع المحض والتقديس والحب المقيم واتضاع كامل في حضرة الروح السماوي كريم. التحيات لها وبشوق أبدي عارم ينزف من جرح أليم، وامتنان لا يفيه قدرة قول لا ولا فعل حديث أو قديم. التحيات لها، ليت لي في الجمر والنيران وقفا، ليت لي في الجمر والنيران وقفا، وأنا أشجو بأشعاري لها، ليت لي في الشوك والأحجار والظلمة زحفا، وأنا أسعى بأشواقي لها، ليت لي في زمهرير الموت رجفا، وأنا ألفظ أنفاسي لها، ليت من ألم طاغ محفا، وأنا أحمل قربانا لها وهدية، فأنادي باسمها الحلو بلهفة،
لك يا أم السلام، وهي ترنو لي وتصفو للتحية بابتسام، وجبيني في الرغام التحيات الزكيات لها، نفس زكية رسمها في القلب كالروض الوسيم، صنعتنا من معانيها السنية، وستبقى منبع النور العظيم، يا قبورا في عراء الله حسب الأبجدية، إنكم من ذوقها العالي صميم. سنوات عشتموها أينعت حفلا بالخير والبر الحقيقي، ومضيتم فتركتم أثرا نبش إسماعيل في القبر السحيق. يا أحبابي ويا نبض عروقي، كنتم القدوة بالحب الوريق، فهنؤوا أنتم كما نحن على ذاك الطريق، رب شمس غربت والبدر منها يخبر، رب شمس غربت والبدر عنها يخبر، وزهور قد تلاشت وهي في العطر تعيش، نحن أكفاء لما حل بنا، بل وأكثر تاجنا الأبقى، وتندك العروش ولمن ولى جميل يؤثر، ولمن ولى حديث يذكر. هذه إذاعة إرينا. كنتم أيها الأحباب مع قصيدة نحن والردى للشاعر الدبلوماسي الراحل الأستاذ صلاح أحمد إبراهيم رحمه الله. كنت معكم في التقديم محدثكم أحمد الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا سريعا لأهم ما ورد فيها. السلطات تطالب الكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية بنبش وإخلاء مقابر تسرسرات في أسمرة. تفيد مصادر في أسمرة بأن السلطات أصدرت أوامرا صارمة للكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية بنبش القبور ونقل الرفات إلى أماكن أخرى لم تحددها، وفيما طلبت الكنيسة الكاثوليكية مهلة للعثور على مقابر جديدة لم ترد الكنيسة الإنجيلية على أوامر السلطات بعد. وقالت المصادر بأن الأوامر قد تكون صادرة بسبب رغبة السلطات توسيع مقابر الشهداء المجاورة لمقابر الكنائس في سرسرات، والتي امتلأت ولم تعد تسع مقابر جديدة. اشتباكات دامية بين الأمهرة والأورومو. قال مسؤولون محليون يوم الاثنين الماضي أن اشتباكات دامية بين الأورومو والأمهرة أودت بحياة 18 شخصا على الأقل في نهاية الأسبوع الماضي في أحدث أعمال عنف قبل انتخابات على مستوى إثيوبيا مزمع إجراؤها في يونيو المقبل. وقال جمال حسن رئيس منطقة جيليتي مويا في المنطقة الخاصة للأورومو في غليم الأمهرة أن أحدث حادث وقع في شمال البلاد في بلدة أتايي في غليم الأمهرة يوم الجمعة الماضي، بعد أن قتلت قوات الأمن في إقليم الأحمر صاحب متجر من الأورومو. كان هذا مستمعات الكريمات مستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. به نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام أذكركم دوما مستمعات الكريمات مستمعي الكرام بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. تقبلوا تحياتي زميلي أحمد شريف وتحياتي محدثكم فتح عثمان، وتقبلوا كذلك تحياتي زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.